أكد مدرب نادي الرمادي جمعة جديع في تصريح لبرنامج حديث الملاعب أن حالات التزوير لأعمار اللاعبين باتت مشرعنة وتتم بمباركة الاتحاد وبعلم الجهات الرسمية والقضائية. يعني أنا من أتصدى وأكون مسؤول عن الرياضة لازم أعرف كل صغير وكبير على 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 كل شيء يعني، وحتى من أجيب مدرب هو يجيب مدرب وبعدين يعرف اكو تزوير والمدرب هم عنده علم، بعدين الحلقه الاضعف من يصير المدرب هو المدرب، وصارت بعده مدربين، واقرب شيء هو الكابتن علي هادي، هو تحمل ضحيه، صار ضحيه للاتحاد مع الاسف، والان مقبلين الان مدرب منتخب الشباب والناشئين هم اكو بيها اعمار تزوير الحاليين. شلون؟ انا اقول لك شلون صارت بيها، قلت لك مشرعنه يعني نقولها، يجيبون امر قضائي او ما اعرف يعني شلون، حيله شرعيه زين، يعني بتزوير اللاعب 3 سنوات او سنتين، فمن تروح للجوازات يوافقوا لك لان اكو بيها. مين يجيب امر؟ من المحاكم.